هلأ بنعملوا 25 أو 30 ألف دولار المصرفة وبنرجع بموازنة 2025 نلتزم فيه إنه يكون على 89,500. أغلب المصارف أو عدد كبير من المصارف اللي توخي الدقة منتظر الحل لحتى تعرف إذا بتسكر ولا بتكمل. إذن المدفوعات اليوم عم بيسجل فائض عند الدولة اللبنانية، في فائض 1.5 مليار دولار. سقطت هذه الخطة خلص، صارت ورانا وسقطت بمجلس الوزراء قبل ما توصل على مجلس النواب من أجل التأكيد على أنه ما تتعدل هذه الخطة، تنسف عن بكرة أبيها وتروح. نحن اليوم عمر الأزمة 5 سنين، صحيح، يعني الصرخة بدها تبلش تطلع من بعد سنتين إذا مستمر بهذا الوضع. إطلاق رصاصة الرحمة عليهم، لأنه ما في ولا بنك، وأنا مسؤول عن كلامي، عنده استعداد من بعد أعطاء الرخص الجديدة أنه يدفع دولار واحد لأي مودة. هذا مش السعر الفعلي للدولار، الدولار قيمته أقل من هيك، وهو مخيم ما بين 60 أو ما بين 50 و70. تجربة ميشيل عون هذه المفروض تخلص منها، لأنه ميشيل عون تعدى برئاسته على اتفاق الطائف وأرسل صوابق ما بدنا إياها تصير مكرسة، وأرساها بعضلات حزب الله مش بعضلاته، يعني هو جبران باسيل. يعني نحن مبتليين بحدا اسمه الرئيس نجيب ميقاتي. نجيب ميقاتي خايف من العقوبات وعم ياخد قرارات ضد المصلحة العليا اللبنانية لحتى يحمي شخصه. صحافي عماد الشداء، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان عون. أهلا فيك أستاذ عزت. أستاذ عماد، ب 23 الشهر الماضي الرئيس ميقاتي كان له اجتماع مع المصارف واتفقوا على موضوع ال 100,000 دولار، شو اللي تغير اليوم؟ اللي تغير هو ما في شيء تغير، يعني الرئيس ميقاتي ما بيتغير، معروف. الرئيس ميقاتي كل 5 دقائق بيحكي شيء وبكون اشياء هو ما بيمون عليها يعني. بس بالعودة للمصارف لحتى ما نشعب الامور دغري هيك من الاول. الموضوع واضح وصريح، سعر صرف الدولار 89,500. مصرف لبنان رافض انه هو ياخد على عاتقه الهيركات، عم بيقول لهم انتوا تكفلوا بالموضوع او التزموا بسعر 89,500. الدولة يقال انه في عندها التزامات للتجار ومقاولين، اذا بدها تحاسبهم لعبة الدولار اللبناني بصير بدها تدفع كتير. في طرح سمعته ومنطقي، يعني سمعته على السوشيال ميديا، احد الخبراء عم بيقولوا انه خيي طيب هلأ بنعملوا 25 او 30 الف دولار المصرفة وبنرجع بموازنة 2025 نلتزم فيه انه يكون على 89,500، يعني بكونوا عطيو هيك مثل مرحلة سماح ونفسوا العالم شوي. مع العلم انه اليوم سحب الودائع هو 5% على سعر 15,000. يعني اذا رفعوه لل 25 او 30,000 انا ما بظن انه رح يطلع كتير. خلص الناس تأقلمت مع هيدا الواقع، واغلب المودعين صاروا منتظرين ليشوفوا شو الحل النهائي لحتى يتصرفوا. الناس اكتفت بالسحب على قيم متدنية وكل واحد ركلج أموره بالحياة يعني. وأنا بتقديري أنه الحل الأمثل أنه نلتزم بسعر 89,500 باعتبار أنه هو هذا السعر المنطقي والأكثر انتشارا، ويدفعوا ما قيمته نفس القيمة اللي كانوا عم يدفعوا. يعني إذا كانوا عم يعطوا 1,600 دولار، سوري، بيطلعوا 24 مليون، خلينا عم نلتزم بال 24 مليون. قديش بيطلعوا على سعر 89,500؟ 268 260 دولار 70 دولار. هدول اللي بيخصمون وبيعطوك او بيعطوا كل مودع 24 مليون، وهيدي بتكون الحسبة هيك وبتمشي الامور. ما بحاجة لا لا كابيتال كنترول ولا شيء، كون الناس عم تاخد جزء يسير من وديعتها بس عم تاخده من دون هيركات. طب ليش اليوم في ناس ما حتوافقك الرأي بطرحك وفي ناس حتوافق، بس الناس كتير منها عم تقول انه في لعبة عم تصير بين مصرف لبنان والمصارف بالاتفاق مع الحكومة حتى يخبرونا فصول الكارثة شوي شوي؟ شو بعد مخبى على الناس؟ اللي مخبى على الناس وهي عرفته الناس، ما مخبى عليها يعني، السلطة ما عم تطلع تقول انه الودائع مش موجودة. الودائع لحتى تعود نحن بحاجة لننشط الاقتصاد، نرجع نعمل نمو من أول وجديد، واللي عليه دين بيسده. يعني اليوم إذا أنت دينتني 100 دولار وأنا أقول لك أنه عمل لك وصل أني أنا أخذ منك عزت 100 دولار، أنا رحت صرفتها لل 100 دولار، الوصل بعده بيثبت أنه أنا علي دين 100 دولار، بس ما بيعني أنه ال 100 دولار بجيبتي، ما أنا صرفتها، أنا بدي روح أشتغل،
لحتى اقبض اخر الشهر واعطيك ال $100 تبعتك. هيدا التوصيف الدقيق لوضع الودائع اليوم اللي ما حدا راضي يطلع يقوله. السلطه شو عم بتقول؟ الودائع بخير على طريقه رياض سلامي مثل الليره بخير، او سوري عم تقول الودائع مقدسه. هيدا مش موجود، يعني هيدا كذب. على شو عم يبنوا استاذ عماد لكان انه يرجعوا $100,000 للناس؟ كيف من وين بده يجيبوا هالمصاري يرجعوا؟ ما هو ال $100,000 ما انا امر عظيم، هن بدهم يقسطوها. يعني اذا قسطوها على 10 سنوات بتطلع بحدود $800 بالشهر. واذا بده يدفع البنك $800 بالشهر قادر يدفعهم اذا عملوا قوانين. يعني البرلمان سن قانون جديد بيقول فيه بيفصل ما بين الدولار والدولار الفريش، بيرجعوا بيمشوا التسليفات. هلا بعض المودعين وحقهم يقولوا هيك انه المصارف معها مصاري بس كذابه ما عم تعطينا. مزبوط، المصارف بعض المصارف معها مصاري وقادره ترجع تقلع بالتسليفات، بس هي معتبره انه هيدي الخميره ما تبقى من اصولها. يعني هي اللي بتقدر ترجع تقلع فيها الشغل لحتى تعمل تسليفات وتجيب ارباح وترد وتربح بنفس الوقت. إذا هي بدها تعطيها للمودعين اليوم عمليا كأنها عم تعطيهم وتقول لهم أنا بدي فلس وسكر. وفي نعم. كتير مصارف كمان عندها ملاقة تقدر ترد للمودعين بس بعدها منتظرة الدولة لحتى الدولة تعترف بالدين تبعولها. يعني المصارف بتقول إنه في $83 مليار هولي أودعتهم المصارف لدى مصرف لبنان. لهلأ مصرف لبنان بالعلن منه معترف فيهم، ضمنا معترف فيهم، يعني تحت الطاولة وقت اللي بيقعد مصرف لبنان مع المصارف معترف بهذا الرقم، بس بالعلن ما عم يتجرأوا يعترف فيه. المصارف بدها تعرف شو مصير هدول $83 مليار. إذا بيعرفوا شو مصيرهم بشكل علني ومكتوب ومصرف لبنان بيقول لهم كيف بده يرد الأموال للمصارف، أنا بتقديري في كتير مصارف بتتشجع أنها تصير ترد أموال المودعين بطريقة أكثر فعالية بمبالغ أكبر، بتصير بتتحمس أنها ترجع تمشي التسليفات، تعمل مشاريع، تطلق بطاقات الإلكترونية. يعني بيصير في حركة، بترجع الحركة المصرفية بتنتعش من أول وجديد إذا بتم الاعتراف بهدول الأموال. هلأ ما حدا معترف فيهم. قلت لي في كتير مصارف وقلت لي بعض المصارف، الباقيين شو هن؟ فقدوا ملاقتهم المالية على طريق الافلاس، قبلانين بالدمج؟ في مصارف كثير بعده هذا الوضع الحالي الستاتيكو الموجود مناسبه عم يعطيها جرعات بسيطه من الاكسجين لحتى تشوف شو الحل. اذا وضع الحل هو عباره عن فلتراج، اللي بيقدر يقطع بهذه الامتحانات بيقطع بهذا الفلتر بكمل، واللي ما بيقدر بيسقط، يا بيروح على الافلاس والتسكير يا اما بيروحوا على الدمج. في مصارف هيك اليوم معرضة لهالشي اليوم استاذ عماد؟ في كتير مصارف معرضة لهالشي، بس الوضع الستاتيكو تبع السلطة السياسية وتبع مصرف لبنان منع هذا الموضوع، وهني مستفيدين من هذا الجمود. إذا بدك المصارف اليوم عم بتطلع مصاري أو أرباح من خدمة الحسابات. يعني أنت فاتح حساب بياخدوا منها $5 خدمة حساب. صحيح، هيدا المصاري اللي عم تطلع المصارف، لا عم بتسلف ولا شيء. يعني السلف أو الديون يلي اخدتها الناس، القروض عم بتردها كانت على 1005 واليوم عم بتردها بقيمة اقل، كل خسارة بخسارة. البنك اليوم ما عم يربح الا من خلال بس هذه المعاملات، بتبع لك ورقة بخدمة حساب. اغلب المصارف او عدد كبير من المصارف اللي توخي الدقة منتظرة الحل لحتى تعرف اذا بتسكر ولا بتكمل، لانه هذا ستاتيكو مكمل بهذه الطريقة. ومنشان هيك بتلاقي فيه تململ بالتواصل والتعاطي مع المودعين. في ايضا اجتماع كان بين صندوق النقد الدولي وجهات مصرفيه معينه، مصارف عدد مصارف. نعم، البعض قالوا هنيك بالاجتماع بحسب التسريبات انه الدوله هي المسؤوله عن الخسائر ورد الودائع. اليوم هالاجتماع بثبت انه صندوق النقد الدولي كفر بالحكومه وبخططها، ولا بدي يلعب هيك على الميلتين حكومة ومصارف؟ شوف، الاجتماع اللي صار بيأكد انه، او مش بيأكد يعني بيظهر انه صندوق النقد الدولي عارف انه هلأ وقت ضايع، ما في عنا رئيس جمهورية، ما في عنا حكومة، وبالتالي اي شيء رح يصدر عن هيدي السلطة قد لا يكون ذات قيمة، لانه اي شيء بدها تعمله الحكومة اليوم قراراتها قابلة للطعن باعتبار انه هي حكومة تصريف اعمال. ممكن اي حكومه تجي او اي جهه بتقدر تطعن ب
قرارات الحكومه وبتقول انه انت اخذتي قرارات بتضر بالمصلحه العامه او بتضر بمصلحه شريحه من المواطنين اللبنانيين لسنوات طويله قد تمتد لاكثر من 10 سنوات، وبالتالي ما لها حق حكومه تصريف اعمال تاخذ هيك قرارات. يعني هيدي الفجوه موجوده قانونيا. من هيك بفضل صندوق النقد الدولي انه ما ياخذ اتفاقات مع حكومه مستقيله، بدليل انه الاتفاق معلق. هلا اليوم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي معلق، وبهذا الوقت المستقطع صندوق النقد الدولي عم يسمع اكبر قدر من الاراء، عم يسمع لكل الناس. بس وقت اللي بيوصل فيه انه يقعد مع المصارف، هذا مؤشر انه كفر بالسلطه السياسيه، بكذبه، بتهربها، بتملصها، وراح يقعد مع الجهه، اذا بدنا نسميها بتوين براكتس، الجهه المتهمه انه هي متهمه بالفساد مثل ما بيسموها بعض الصحفيين وعدد من المودعين، والخطه طبعا الحكومه اللي بدها تحملها للمصارف. صحيح. والمودعين. يعني حتى صندوق النقد الدولي راح لحتى يقعد مع المصارف، مع العلم هو كان عم يقعد، بس هلا صار عم يقعد بالعلن. نعم. ما عاد مستحب الموضوع. قبل كانوا يقعدوا لقاءات منفرده بين صندوق النقد واداره بنك او مع خبير اقتصادي، هلا لا، صاروا في تجمع وعم يحكوا بالحلول، لانه في مؤشرات لهالموضوع. يعني اول شيء ميزان المدفوعات اليوم عم بيسجل فائض عند الدولة اللبنانية، في فائض 1.5 مليار دولار، يعني ميزانية الدولة ما عادت مخنوقة مثل قبل، ففي إمكانية لطرح حلول مختلفة. اعتراضات صندوق النقد الدولي كانت بتقول انه انا ما فيني امشي بحلول بتأثر على ميزانية الدولة، وفي عملية حسابية انه مش المفروض يكون في شيء اقل او اكثر من 100% من الجي دي بي. صحيح. فاليوم عم بيشوف صندوق النقد الدولي انه ممكن يكون في يسمع حلول مختلفة، خصوصا انه في جهات كتير بالبلد عم بتقول انه الدولة كمان مسؤولة، وهذا القول منه كذب. يعني هلا في بعض الصحفيين المحسوبين على اليسار بيرفضوا هذه المقولات باعتبار انه المصارف هي بتتحمل مسؤولية. المصارف تتحمل جزء من المسؤولية، قد يكون جزء يسير او كبير او مش كبير، بس اول شيء المفروض نقعد على الطاولة، كل الاطراف تقعد على الطاولة، يعني مصرف لبنان، الدولة اللبنانية، السلطة، المصارف والمودعين، ويتفقوا بين بعضهم على المسؤولية، توزيع المسؤوليات بورسنتاج. يعني انت بتحمل 10%، لا كترتهم، قللهم علي، انا عملت هيك، بدون يتفاهموا مع بعض. من بعد ما تتوزع المسؤوليات تتوزع الخسائر عليهم. هل يعقل انه المصارف تتحمل كل المسؤولية، ومصرف لبنان اللي يعتبر هو الريجوليتر للقطاع المصرفي، تجي خطة الحكومة بتقول انا بدي مول مصرف لبنان ب 2.5 مليار دولار فقط وبتقلع الامور؟ طب ما مصرف لبنان هو اللي عمل فضيحة الهندسات المالية. صحيح. والسلطة انت مسؤولة عنه لمصرف لبنان، هو تابع للدولة اللبنانية، صحيح عنده استقلالية بالتحرك باتخاذ القرارات، بس المفروض يكون في رقابة في المجلس المركزي بمصرف لبنان. نعم. المفروض يكون قيم على كل القرارات اللي كانت تتخذ. كان هذا المجلس مهمش لصالح امبراطور قاعد على الكرسي اسمه رياض سلامي، وانتو كنتوا ساكتين على الموضوع، يعني انتو ضمنا كنتوا راضين. يعني عمليا في مسؤولية تترتب على الحكومات والبرلمانات المتعاقبة. نعم. خطط الحكومة اليوم أستاذ عماد سقطت إلى غير رجعة؟ بتقديري سقطت هذه الخطة، خلص صارت ورانا، وسقطت بمجلس الوزراء قبل ما توصل على مجلس النواب. من أجل التأكيد على أنه ما تتعدل هذه الخطة، تنسف عن بكرة أبيها وتروح. هلا اليوم عم تسمع بعض الصحفيين عم بيحاولوا يذروا رماد بالعيون أنه والله المصارف قعدت مع صندوق النقد الدولي وأبدت هي موافقتها على 100,000 دولار، بينما مصارف تانية رافضة. بس ما هي ال 100,000 دولار مش هي الخطة، هي جزء من الخطة. نعم. يعني ما حدا رح يقدر يرفض، مش رح يرفض، ما حدا رح يقدر يرفض يتهرب من حقوق الناس. بالطبع. يعني إذا بنك إجا قال لك أنا ماني معترف بال 100,000 دولار، مش معناته منه معترف بحقوق الناس، عم بقول لك أنا مش قادر. وهيدا خاضع للعرض والطلب، ومش عم بكشف سر إذا عم بقول إنه المصارف من أول يوم بالأزمة مصالحهم منا وحدة، بس كانوا مجتمعين تحت سقف جمعية المصارف، وكانوا يمكن عم بيخبوا الخلافات تحت هذا السقف لا يرتقى الحل. هلا ضعفت الخلافات او زادت لانه طبيعه الازمه تحورت وزادت السنوات. يعني اليوم اساسا اذا ما صار خلافات بعد 5 سنين
من الأزمة من دون ولا أي حل، في شيء غلط. ما هدول المصارف بالآخر ما نون كاريتاس، هدول مؤسسات وظيفتها تقبض مصاري، تاخد فوائد من التسليفات، وعندهم استنسابية يعني بالمناسبة. هلأ أنا وياك إذا بنروح على نفس البنك، أنت بتقدم الفايل تبعك بتطلب 10,000 دولار، وأنا بقدم الفايل تبعي وبطلب 10,000 دولار. إذا كان الفايل تبعولك أهم من الفايل تبعولي يعني متماسك أكتر، البنك عنده استنسابية يعطيني وما يعطيك. فما بعرف ليش بعض الصحفيين وبعض جزء من الرأي العام بيعامل المصارف مثل كأنهم هن مؤسسة دينية، يعني مسجد أو كنيسة. حبيبي هيدا بنك وظيفته يربح وعنده هامش كبير من الاستنسابية، وهو سوري وهو عم يتصرف بما ترتقي بما يرتقيه من مصالح بتخصه. يعني ما تحسبوا علينا كاريتاس، هو طبيعة البنك هيك، أي بنك بالعالم هيك بتصرف. في بعض المصارف اليوم وأكيد حضرتك بتعرف رجعت عم تتواصل مع زبونات لألا، يعني عم تعرض عليهم بعض القروض. البعض عم بيقول انه هيدي القروض هي اعادة اغناء للمقترض على حساب او من اموال المودع في سبيل انه المصارف ترجع تستفيد من هيدي الفوائد اللي حكيت عنها حضرتك. قد ايه دقيق هيدا الكلام؟ اظنه مش دقيق ابدا، مش دفاعا على المصارف بس، ولكن مصلحة المصارف تقتضي بعدم تقديم قروض نهائيا. اذا ما في قانون بيصدر من مجلس النواب بيفصل الاموال القديمة عن الاموال الجديدة وبيقول انه حرفيا انه كل قرض يقدم من المصرف الى مودع او عميل او زبون يرد بنفس العملة التي قبض بها، ما حدا ولا اي بنك عنده استعداد يدين 100 دولار. لانه انت قانونا هلا اذا البنك بيعطيك قرض ب 10,000 دولار انت بتقدر ترد له اياه تشيك، وغصما عنه البنك بده ياخذ التشيك، او بتقدر ترد له اياه بالليرات اللبنانية وغصما عنه بده ياخذه على سعر الصرف الرسمي. هلا بنشوف شو الموازنة قايلة شو سعر الصرف الرسمي، بس يعني في دباء بده يصير بين البنك والعميل اذا مش موجود هيدا القانون. لهلا هيدا القانون مش موجود، وفي نواب قدموا اقتراحات ومصارف كتير عم تدفش. بالمناسبة هذا القانون حتى لو كان ما بيرضي عدد او اغلب المودعين انه معكم مصاري تعطوا تسليفات بس ما معكم مصاري تردوا، بس بالنظرة الاقتصادية هذا القانون ضرورة ملحة جدا، لانه من خلال هذا القانون انت بترجع بتدفش العجلة الاقتصادية، بيرجع الاقتصاد بيتحرك. يعني من فترة كنت هيك عم بعمل شوية ريسيرش على انترنت بدي شوف قديش معدل السنوات لتغيير السيارة بالعالم. يعني كل امتى المواطن بأي دولة بيقولوا خدمت حياتها خدمت عسكريتها، يعني قديش بعمر السيارة وبتخدم عسكريتها. شفت رقم بأمريكا انه بين 7 و10 سنوات. نحن اليوم عمر الأزمة 5 سنين، صحيح. يعني الصرخة بدها تبلش تطلع من بعد سنتين إذا منستمر بهذا الوضع. اليوم الناس ما حاسة بالسخن، أغلب الناس كانت أخذ قروض وشاري سيارات مستعملة أو جديدة من الشركة، وهلأ بعده عم بيسكجوا. بكرة واصلين لأيام، إذا بتذكر بأيام الأحداث كنت تشوف رقع معجونة والفك اللي حاطينه على الشباك. بكرة بدنا نوصل لها إذا مكمل بهالطريقة، لأنه ما حدا عنده القدرة يشتري سيارة يروح يدفع حقها كاش. صحيح. اليوم أرخص سيارة لو شو ما كانت ماركتها، حتى ما نسمي ماركات ونبخس بأصناف السيارات، ما في سيارة تحت ال20,000 دولار اليوم. صحيح. مين قادر يدفع 20,000 دولار كاش لحتى يغير سيارته؟ ولا حدا. أنا بأكد لك إنه ولا يمكن يكون في شريحة كتير بسيطة، يعني اللي بيدفع 20,000 بده يكون في معه على جانب 100,000 بيضحي ب 20,000 صحيح لحتى يشتري سيارة جديدة. بس المواطنين العاديين اللي بيقبضوا 500 و600 و1,000 دولار بالشهر هذا ما بيقدر يغير سيارة. استحالة طبعا. يعني الصرخة بعد لقدام بدها تطلع، وما حدا على المصيبة، ما حدا عم يخبرنا كيف بدهم يمشوا اقتصاد من دون قطاع مصرفي. بتلاقي الناس عم بتقوس على القطاع مش على المصارف، على القطاع المصرفي. نحن عم ندافع عن القطاع المصرفي مش عم ندافع عن المصارف او عن المصرفيين. خي كل الاقتصاديات بالعالم بحاجة لقطاع مصرفي. وإذا بنرجع شوي للأرقام، الجي دي بي بلبنان كان 54 مليار دولار. صحيح. حجم التسليفات قبل الأزمة كان بحدود 50 مليار دولار. طب هذا شو بيعني؟
تسليفات. هيدا بيعني استثناء عن كل دول العالم هالرقم، يعني الاقتصاد كلياته كان قائم على تسليفات المصارف. اليوم بيجي مجموعة من الناس بتقول لك المصارف ما بدي اياهم، بدي اعطي رخص جديدة وما بعرف شو. تعرف شو يعني اعطاء رخص جديدة لمصارف جديدة؟ محاصصة جديدة. لا، في شيء ما حدا حكي اليوم بعيدا عن المحاصصة اللي هو مزبوط. نعم، هيدا معناته انه الودائع اللي هن اليوم بحدود 90,000 دولار اطلاق رصاصة الرحمة عليهم، لانه ما في ولا بنك، وانا مسؤول عن كلامي، عنده استعداد من بعد اعطاء الرخص الجديدة انه يدفع دولار واحد لاي مودع، لا بالدولار ولا باللبناني. كلام خطير جدا. طبعا طبعا. وانا عم بقول لك في مصارف، وكل المصارف اظن عندها اجماع، اذا بيعطوا رخص لمصارف جديده كانهم عم بيقولوا انه انتوا قعدوا على جنب، انتوا وزبائنكم وودائعكم ومشاكلكم، بدنا نقلع بقطاع مصرف جديد. طب حط حالك محل مالك مصرف، اذا الدوله عم تعملني بالطريقه انا ليش بدي اتخلى عن الدوله؟ هي تخلت عن المصاري اللي انا اخذها من الناس واعطيتها اياها، انا ما بدي ادفع. اذا الدوله ما عاد بدها تدفع انا ما بدي ادفع. يعني بيكونوا قضوا على كل شيء اسمه ملف الودائع، وقضوا على كل المودعين. حد القطاع المصرفي اللي هو اساسي بالعجله الاقتصاديه في القطاع العقارات. اليوم عم نشوف اعاده الحديث عن قروض الاسكان. اليوم في امكانيه لنرجع نرجع هيدي القروض، والناس كلها ناطره. يعني والله شفت شيء هيك كمان على السوشيال ميديا، حدا عم يحكي ما عرفت شو البوست تبعوله، انه قروض. كنت حريص اني اسمع قديش قيمه القرض. قال انه للدخل المحدود 40,000، والدخل المتوسط او المرتفع شوي 50,000 دولار. المشكلة اليوم انه 40,000 و50,000 وين بيشتروا شقة؟ يعني هذا لا يعتبر قرض سكني. هذا اليوم، اليوم اللي بده ياخد 40,000 دولار يعني عمليا عم ياخد قرض، خلينا نقول انه هو عمره حتما اقل من 64 سنة. بالطبع. اليوم بده يدفع من جزء من راتبه بحدود ال 400 او 500 دولار بالشهر ليحصل على 50,000 دولار، مقسطين على 12 سنة و 15 سنة إذا هيدي الشروط، إذا كانوا على 20 سنة مش على 30، يعني عمليا بده يدفع الدوبل من هيك. طيب اللي قادر يدفع تلت معاشه 1,000 دولار أو 800 دولار بالشهر، يعني معاشه 2,400 دولار. طيب اللي معاشه 2,400 دولار، هل لايف ستايل تبعه شقة سعرها 40,000 أو 50,000؟ أكيد لا. هل هو على استعداد إنه يأخذ قرض على 20 سنة ويحتسب عليه قرض سكني بهيدي القيمة البخسي هالقد؟ أكيد لا. رح يلاقي شقة مناسبة سعرها 40,000؟ هيدا ما يعني بحسه مش opportunity، هاي مش فرصة، هيدي مش فرصة. بعدين اليوم اللي معه جزء من هيدا المبلغ لحتى يحطهم فوقه، يعني قديش بده يكون معه؟ إذا معك 40,000 الأفضل إنك تستأجر شقة، ما تشتري شقة. اليوم الاستثمار، اليوم الأزمة علمتنا كتير أشياء. يعني أنت إذا بدك تجي تحط أموالك اللي مصمدهم، لفترض 50,000، بدك تحطهم بشقة، نوعية الشقة بدها تكون مترهلة تعبانة فيها ناش. إذا بتشتري فيهم اليوم ذهب، استثمار أنفع من إنك تروح تشتري شقة، ويمكن من الهامش السعر قادر أنت تستأجر شقة وتقعد. هيدي اليوم كلياتها حلول على الهامش. إذا ما بنرجع بنعيد الاعتبار للقطاع المصرفي كامل، بيرجع بينتعش كما يجب، ما في شيء بالبلد رجع يقلع. مع العلم إنه هدول القروض اللي جايين على شكل مساعدات واستثمارات من دول أجنبية، يعني مثل الكويت. صندوق الكويتي. نعم. أستاذ عماد، كان لافت الحكومة أقرت 93 مليار و 600 مليون ليرة. تريليون أول شيء قالوا. إيه، صار في لغط أول شيء 93,000. نعم. لإعادة لدعم النازحين ورفع بعض الأضرار وتعويض على عائلات الشهداء بالجنوب. أكيد هالمبلغ منه كافي. أول شيء الحكومة من وين بدها تجيب هذه المبالغ؟ وباعتقادك اليوم قديش في خسائر صار مباشرة وغير مباشرة على لبنان خلال ما بتشهر من المعارك؟ هلأ لنحكي عن هذا الرقم. 93 مليار، يعني تقريشهم على 89,500 مليون مليون دولار. المليون دولار نحن على عمر الأزمة يمكن نعتبره رقم كبير، و93 مليار نسبة لما تملكه الحكومة بحساباتها لدى مصرف لبنان رقم كتير صغير. أنا أقول لك كتير صغير، لأنه عندهم ما يوازي، معلوماتي أنا ما يوازي 350 أو 450 مليون دولار بالليرة اللبنانية.
تقريشهم بيطلع كتير صفار تريليونات يعني ما بعرف على سعر الصرف 89.500 نعم 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 وعندهم 350 مليون دولار فريش دولار وفي عندهم رقم كتير كبير يعني بعد أكتر من هذا بيوصل لحدود ال 400 تريليون ليرة لبنانية بس هو ليرات مصرفية يعني ما بين دولار وليرة مصرفية يعني هدول ما بيقدروا يسحبون أموال عالقة وقت اللي كانوا بدايات الأزمة عم يقبضوا من الناس تشيكات هدول صامدين عندهم وهني بيقدروا يتصرفوا بس اليوم اللي عم يعمل فلتراج هو مصرف لبنان يعني عم بيقولهم للحكومة انتوا إذا بدكم تتصرفوا قد ما بدكم تدفعوا بالليرة اللبنانية أنا ما عندي مشكلة أبدا وبعطيك معلومات بس أنا بحدد كيف بيندفع يعني أنت بدك تحرر تشيك ب 100 مليون ليرة أوكي حررته لإكس من الناس أنا بقول لك كيف بدي أدفعه لإكس يعني بدفعه مقسط بشوف أنا أنت المومنتوم المناسب لحتى أدفعه ما ضر بسعر الصرف مصرف لبنان بيحدد ما في قيود يعني إذا بدها الحكومة تصرف باللبناني ومع لبنان كتير ما في مشكلة هذا المبلغ ولا شيء بس بدنا نحكي بإعادة إعمار كل الجنوب هون المشكلة يعني اليوم عم يحكوا بخسائر بحدود 1.5 مليار دولار هذا الكلام كان عمره شهر وحتما كل ما عم نقرب بعمر الحرب عم نتقدم بعمر الحرب كل ما الرقم عم بيزيد أكتر من ثلث الموازنة يعني طبعا إذا فتنا على موسم السياحة وتفاعلت بعد الحرب وتطورت وصارت أكبر من هيك قربت يعني من بيروت وانضرب الموسم السياحي عم نحكي 1.5 مليار خسائر مباشرة وغير مباشرة ممكن نشطح لل 5 مليار خسائر مباشرة وغير مباشرة إذا بتضرر موسم السياحي لأنه في عنا بين 3 والأربعة أو حتى أكتر شوي مليار دولار بيجوا من الموسم السياحي مصرف لبنان والاقتصاد اللبناني كله بيعتمد عليهم هول الأموال لحتى يرجع ينتعش وينضخ دولارات بالسوق تعويل إذن على تعويل على إعادة الإعمار بأموال من الخارج وأنا معلوماتي إنه عاموس هوكشتاين وقت اللي إجا بآخر زيارة لهون عرض على السلطة إنه الأمريكيين يتكفلوا بإعادة الإعمار إذا بوافق حزب الله على الشروط والأمريكيين وقت يقولوا هن بيتكفلوا مش هن اللي رح يدفعوا ممكن بالتعاون أو الاتفاق مع دول صديقة أو صديقة مثل دول الخليج أو الاتحاد الأوروبي أو مشاكل بس إنه هيدا بند مطروح وفي معلومات انه حزب الله هو مستعد يرجع يعمر باموال ايرانيه ما بعرف قديش دقيق هذا الكلام بس انه الاكيد انه اعاده الاعمار لن يكون باموال داخليه لبنانيه يا بده يكون من ضمن اتفاق او بده يكون على عاتق الدوله اللي وافقت او مش رح اقول حرضت وافقت على جبهه الاسناد ان سميناها كذلك على العالم ماني عارف وين الاسناد يعني بس هذا بحث اخر يعني نحن رايحين على باقي سعر الدولار مثل ما هو أو ممكن يتفلت في حال كان الإعمار بأموال داخلية؟ سؤال جيد هذا لأنه أنا سألته كمان لمصادر بمصرف لبنان كنت حابب أعرف إذا سعر 89,500 هو سعر الفعلي للدولار وأنا بعرف يعني بس حابب أسمع من جهة رسمية كان الجواب أنه لا هذا مش السعر الفعلي للدولار الدولار قيمته أقل من هيك وهو مخيم ما بين 60 أو ما بين 50 و70 لحتى نوسع الهامش شوي بين 50 و70 ألف سعر صرف الدولار بس مصرف لبنان تارك هامش مريح لقله وخلينا نقول مثبته على 89,500 وسألت إذا رح ينزل سعر صرف الدولار طالما هو الهامش كبير كان الجواب أنه مصرف لبنان ما له مصلحة أنه ينزله وكتبت مقال بأساس ميديا يعني هالكم يوم بده ينزل بيقول انه يعني مصادر مصرف لبنان بتقول انه هي قادرة تنزل سعر صرف الدولار بس ما لها مصلحة لسببين اول سبب انه الدولة عم تستوفي رسومها وضرائبها على سعر 89,500 يعني عمليا بتصير بدها تحصل رسوم وضرائب اقل وهذا بيضر بمصرف لبنان بلعبة تجفيف الليرة من السوق لانه بتصير في دولار ليرات اقل بلعبة دفع الرسوم لأنه نحن نعرف أنه الليرة اللبنانية لم تعد عملة لبنان صارت عملة الإدارة اللبنانية نعم. يعني نحن اليوم دولار عملة المواطن 100%
فقلنا انه ما لهم مصلحه كرمال الرسوم والضرائب. وتاني شيء وهو الاهم، مصرف لبنان اذا خفض سعر الصرف لعند عتبه لنفترض 70,000 بصير مضطر يحافظ على هذا الرقم. اليوم رقم 89,500 ما عم يكلفوا شيء، بل على العكس عم بيقول مصرف لبنان وعم بيربحني انا من خلال هذا الرقم، قادر اجمع دولارات من السوق من دون ما اتكلف برياحه وما في مشكله. ومصرف لبنان بعيب على اللي بيقولوا انه رجع لسياسه رياض سلامه، مصادره يعني بتقول انه في فرق شتان ما بين سياسه رياض سلامه والسياسه الحاليه، لانه قبل كان مصرف لبنان من خلال صيرفه يدعي تثبيت سعر الصرف بس كان عم يدفع دولارات، صيرفه كلفت 1.2 مليار دولار. نعم. بينما اليوم مصرف لبنان قدر يحصل 1.2 مليار دولار بهالفتره البسيطه، صار عم يربح من خلال طبعا طبعا هو مش عم بيشتري دولارات، هذا التوصيف تبع حاكم مصرف لبنان بيقول انه انا مش عم بشتري دولارات، انا عم بيع ليره. يعني انا في عمله او اذا بدك في برودكت انا بنجو هو الليره اللبنانيه. صحيح. انا احتكرت هذا البرودكت، السوق كان فيه فائض منه ضبيتهم، صرت نزل انا على السوق كميات محدده، نزل بالسوبر ماركت لنفترض ليرات لبنانيه، بتجي الناس بتتهافت بدها تشتري، والسلعه وقت اللي بتقل بيرتفع ثمنها بالطبع، بتصير عمله نادره شيء نادر، بصير في تهافت عليها. هذا اللي عم يعمله مصرف لبنان. شو 80 مليون دولار بالشهر، 82 مليون دولار، هي الحدود اللي عم يقدر يلعب فيها المصرف. يعني انا معلوماتي انه عم يقدر يضب ما معدله 6 مليون دولار بالنهار. 6 مليون بالنهار، وهذا الرقم مش ثابت، مرات بيكون قليل مرات بيطلع. وقت بيكون في موسم سياحي ممكن يطلع، بعدنا عم نحكي بمعدل لل 10 مليون دولار بالنهار. دون تاثير ابدا على الليره، دون التذبذب بلعبه سعر الصرف. بس في عامل كتير مهم هون ما حدا عم ياخده بعين الاعتبار، هو المضاربين. يعني اختفوا من الصوره المضاربين. المضاربين فجاه هيك مثل الخطه الامنيه. طبعا نفس الشيء، المضاربين كانوا ايام رياض سلامه ما كان حدا قادر يضبطهم، عم يلعبوا بالكشف. يعني كانوا عم يشتروا ويبيعوا باموال لا يملكونها. اليوم وقت اللي اجى الدكتور منصوري على حاكمية مصرف لبنان عمل اتفاق مع الاجهزه الامنيه، وطبعا كان في غطاء سياسي بالطبع، لانه الحاكميه اليوم محسوبه على الطائف الشيعي، شئنا ام ابينا، حبوا هالكلام او ما حبوا هذه مسؤوليتهم، هن بيعرفوا هالشيء. ولحتى ينجحوا بهذه المسؤوليه اضطروا انهم يتدخلوا امنيا ويرفعوا الغطاء عن هول المضاربين، لانه هن معروفين كمان محسوبين على الطائفه نفسها، وحجمون أصولهم جناحات، أو إذا بدك أصقصوا جناحات أهم مجموعة فيهم، هن عبارة عن 25-30 واحد، قاموا الباقيين كلهم تضبضبوا. وهذا مؤشر كتير كتير مهم. يعني أنت وقت بتكون عم تعاني من مشكلة مع جهة معينة سياسية، حملها المسؤولية كاملة، بتشوف كيف تشتغل مثل الليرة. وهذا اللي يعني هلأ عم نستطرد نحن وقت اللي بنقول أنه بدنا حكومة توافق أو حكومة وفاق وطني، هيدي اكبر بدعه وكذبه وهي سبب المشكله بلبنان. لا، اللي بده يستلم الحكومه بده يستلم المسؤوليه كامله. صحيح. وبده يحاسبه على الاساس، وهيدا نموذج بوزاره الماليه بحاكميه مصرف لبنان. ومش عم بشير او اعطي يعني اشارات او عم بنغم يعني على طائفه معينه، عم بحكي عن كل الطوائف، عن كل الاحزاب السياسيه. المفروض ما يكون في شراكه بلبنان، في مسؤولية تقع على عاتق جهة محددة ومعروفة المعالم. يعني في حكومة ائتلاف، اوكي ائتلاف اي احزاب، انتم موالات، يلي ما بده يكون فيها يكون بالمعارضة. هي المشكلة عم يعمل غياب للمحاسبة، هيدي المشكلة. اليوم بتشوف مثلا القوات اللبنانية بيجوا بيقولوا لك نحن ما خصنا بموضوع اللاجئين، بيتهمون التيار الوطني الحر انه انتم رفضتوا تردون. بتجي بتطلع بتلاقيهم اثنيناتهم كانوا بالحكومة. طب يا حبيبي كيف هذا الكلام؟ انا مش عم بصف مع حدا، بس ما انتم اثنيناتكم كنتوا بالحكومه، اثنيناتكم كان عندكم السلطه انكم تقرروا او تعترضوا او تنسحبوا من الحكومه او تستقيلوا باثناء. اذا ما كانوا بالحكومه وقت اللي بلشت الازمه كانوا بحكومات من بعد الازمه. يعني كيف تتقاذفوا وتتهموا اثنيناتكم سلطه كنتوا، لانه كل العالم كانت سلطه. يعني ما في حدا بيطلع بيتهم حدا او بيقول انه انا بريء، هن اللي عملوا هيك وكلهم كانوا جوا، في شيء مش راكب. ما فينا نستمر بهذه الطريقة بالحكم بالسنوات المقبلة من بعد انتخاب رئيس. بده يكون في رئيس حكومي واضح المعالم، سمته جهات اللي سمته
بتشارك بالحكومه واللي ما سمته بتقعد برا وتحاسب او تعارض تكون معارضه والاعتبار بيكون لنيل الثقه بمجلس النواب مش اذا كان رئيس الجمهوريه عاجبه شكل الحكومه. يعني تجربه ميشيل عون هذه المفروض نخلص منها لانه ميشيل عون تعدى برئاسته على اتفاق الطائف وارسى سوابق ما بدنا اياها تصير مكرسه وارساها بعضلات حزب الله مش بعضلاته يعني هو جبران باسيل. المفروض نرجع لاتفاق الطائف ونمشي بالامور مثل ما مرسومه بالاتفاق الطائف. حكومه بتتشكل، رئيس الحكومه بيراعي التوازنات الطائفيه، بيشوف الاحزاب اللي حابه تشاركه بالحكومه، بيعمل ائتلاف، بيعمل التشكيله وبيطلع فيه عند رئيس الجمهوريه، بيقدم التشكيله ورئيس الجمهوريه ما له حق يرفضها، بيشاركه بيتناقش وياه بتباحثه، بس اذا اصر عليها رئيس الحكومه رئيس الجمهوريه مجبر يمضيها ومجلس النواب هو اللي بيقرر ان اعطاها الثقة او حجب عنها الثقة. حجب عنها الثقة بتصير حكومة تصريف اعمال وبيرجعوا بيعملوا استشارات نيابية ملزمة جديدة ليسموا رئيس حكومة جديد غيره. حكينا بالاستطرادا عن موضوع النازحين بدنا نرجع له. مليار يورو اليوم من الاتحاد الاوروبي هكذا قيل للدولة اللبنانية، كيف حتستفيد منهم لقاء بقاء النازحين؟ أول شيء هالمبلغ إذا حطيناه بالميزان يلي تكلفة النازحين قديش بيكون الفرق وكيف حينصرف هيدا المبلغ اليوم؟ بصراحة في غباء وقصر نظر من قبل السلطة والحكومة تحديدا بالتعاطي مع الأوروبيين. يعني نحن مبتليين بحدا اسمه الرئيس نجيب ميقاتي خايف على حاله وخايف أنه ما يفرض عليه عقوبات إن كان من أوروبا وأمريكا، ومن أجل هذا الموضوع عم بنخ على طول اسم الله، يعني عم بنخ للمجتمع للغرب. خلينا نقول هيك، في قرارات سياديه انه هل يعقل الجيش اللبناني بده يشحد 100 دولار من الامريكان او من القطريين لحتى يكون حارس على الحدود وبتجوا بالاخر بتعطوه مليار دولار؟ يعني بيقدروا السلطه اللبنانيه لو كانت قد حالها مزبوط تقدر تحصل اموال اكثر من هيك بكثير ان كان فعلا بدها تحصلهم وما بدها ترد اللاجئين، واؤكد على كلمه لاجئين وليس نازحين ومش نازحين، وهذه دائما بقولها انا على التواصل الاجتماعي على تويتر. يعني اذا في دوله ما موافقه على اتفاقيه حظر الاسلحه النوويه، اذا حدا استخدم السلاح النووي ما بيصير قنبله يدويه، بضل اسمه سلاح نووي. يعني اذا لبنان مش موقع على اتفاقيه اللاجئين ما بقعد باسمه، ما بصير اسمه النازحين، بلشين من التسميه غلط. بلشين من التسميه غلط. النازح هو المواطن. يعني انت بتقول انا رافض التوطين وبتسميه النازحين، طب كيف هالمنطق؟ من التسميه مبلش غلط. صحح لي التسميه على القليل لحتى تبين انك انت على قدر المسؤوليه، مش انت يعني طبعا على قدر المسؤوليه وعارف حالك كيف عم تمشي باي ذا بوك. اليوم اذا الحكومه وافقت على المليار دولار يعني وافقت تسكت 4 سنين لقدام، يعني هدول مقسطين. نعم، الحكومه كيف ترضى بمليار؟ عمليا الحكومه ما رضت، لبنان لم يرضى بمليار دولار. نجيب ميقاتي اللي رضي بالمليار خوفا من العقوبات طبعا، وعلنا بقول لك اياها على الكاميرا، نجيب ميقاتي خايف من العقوبات وعم ياخذ قرارات ضد المصلحه العليا اللبنانيه لحتى يحمي شخصه، وهذا شيء كثير كثير مش صحي. وهذا كمان من التجارب المفروض ننتبه لك كلبنانيين، وقت اللي بدك تسمي رئيس حكومه جديد لاي حكومه مقبله المفروض ما يكون رجل اعمال، ما المفروض يكون جاي من خلفية سياسية سابقة عليه ملفات فساد، إذا نضيف أهلا وسهلا، إذا فاسد. وهيدي من ضمن الشروط اللي حاطينها المجتمع الدولي بالطبع. وحتى دول الخليج وانبثق عن قمة الدوحة. نعم، يعني وقت اللي بتكون أنت جايب شخص فاسد يعني سهل تسحسح له، مين ما كان بيجي بيهدده بعقوبات بيصير شو ما بده بيعمل. طيب وقت اللي أنت بتصير خايف على مصالحك الخاصة وعم تمتثل لرغبات وتعليمات الدول الخارجية، وين المصلحة الوطنية هون؟ راح التعس بين الجيران. يعني هذا اللي عم يصير اليوم. بدي أخدم معك أستاذ عماد بموضوع الموظفين اليوم بالقطاع العام ناطرين سلسلة رتب ورواتب جديدة. أهلين. اليوم قادرة الدولة، هن مش عم بقولوا ناطرين السلسلة، ناطرين تطبيق سلسلة 2017 على سعر الصرف الحالي بنسبة 50 40 45%.
بس مجلس الخدمة المدنية اليوم شو كان رأيه؟ هل عن جد اليوم في اتجاه لإلغاء عشرات المؤسسات العامة؟ يعني بنتخلى اليوم عن وظائف لا عن موظفين ومنحل أزمة سلسلة الرتب والرواتب. الدولة اليوم قادرة تعطي الزودات، مع مصاري إنها تعطي الزودات. المشكلة إذا بضلهم عم يدفعون بالدولار بيصير العبء على مصرف لبنان إنه يشتري دولارات بهدول الليرات اللبنانية تبع الحكومة لحتى هي تدفعون رواتب. اليوم أنا ما بكون عم بطلعك على سر إذا قلت لك كيف الآلية بتشتغل. مصرف لبنان بيطلب كل يوم مانيفست من وزارة المالية، كل يوم بيقول لهم أنتوا شو جمعتوا أموال من صناديقكم المنتشرة بالإدارات بالمحافظات. نعم. بالوزارات، كل الجبايات، كل الجبايات. نعم. بيجوا بيقولوا له اليوم نحن لمينا 1 مليار ليرة لبنانية، بيعرف هو إنه بكرة بيقدر يتدخل بالسوق ويشتري دولارات بما يوازي 1 مليار ليرة. بهذه الطريقة بكون عمل بالانس، ظهر مليار فات مليار، ما أثر على سعر الصرف وماشي الأمور بهذه الطريقة. اليوم وقت أنت بترفع الرواتب يعني عمليا أنت زدت حجم الدولارات المطلوب من مصرف لبنان. صحيح. بيصير بده يتدخل أكتر، إذا قادر أنت تجبي أكتر هو بيأمل لك دولارات أكتر، بس أنت قادر تجبي من كل اللبنانيين أكتر بعد فوق هذه الضرائب اللي شفناها بموازنة 2024 أكيد. لحتى تعطي رواتب للقطاع العام. اليوم الموازنة 50% منها رواتب وأجور. رواتب وأجور. نعم. طيب هل هالشي منطقي وطبيعي بأي دولة بالعالم؟ نروح لازم يكون نفقات استثمارية 50%. تماما. انت اذا بدك تقلع بالاقتصاد بده يكونوا نفقات استثمارية ومشاريع، وبدها تكون موازنة فيها رؤية اقتصادية من خلال هال50%. مش انت جايب لي قطاع عام مترهل بيسوى ربع ليرة، واصر على ربع ليرة، قادر انت تدير الدولة والادارة كلياتها بأبليكيشن على التليفون، تجي بتدفع 50% مما تشبيه من المواطنين وعلى شيء ما معروف وين. شو الانتاجية تبع القطاع العام؟ هياخدوا سلسلة ولا ما في؟ ما بعرف، ومش المفروض ياخدوا سلسلة، ما بعرف اذا رح يعطون، بس انت شايف سلوك الحكومة، هيدول في زبائنية سياسية تتمثل بالقطاع العام. بس اليوم في هولي ازلام السلطة اليوم الترقيعات اليوم اغلبهم. اليوم استاذ عماد هذه الترقيعات بالرواتب، بدلات بنزين، بدلات انتاجيه، بدلات بعرف. انا بحكيك بصراحه، انا الدوله كلها بشوفها قطاعين. الدوله كلها، انا من منظوري الشخصي كعماد شبياء بعتبر انه الدوله، انا بدي من الدوله اجهزه امنيه وقضاء فقط لا غير، والباقي كله لا يعنيني، بقدر خلصه وبجيب ابلكيشن وبدير الدوله كلها تبع ابلكيشن. اليوم وهذه الرسالة لموظفي القطاع العام، حوّي على الكاميرا، شوفوا الدول المحيطة فينا واللي بتشبهنا مثل تونس، مصر، الأردن، قديش راتب الموظف في القطاع العام، قديش المعدل، معدل ما بين هذه الدول اللي ذكرتهم، وأنا عملت هذا الدفوار الصغير يعني شوية سيرش على الإنترنت بيطلعوا معك، معدل بين 300 و 400 و 500 دولار بالشهر. على أي أساس نحن بندفع أكثر من هيك؟ ليه؟ خير ان شاء الله. شو عم تقدم لنا الاداره اللبنانيه؟ لك اليوم شفت شو عم يصير بالنافع؟ للاسف يستحوا. نحن اليوم عم ندفع ضريبه كلبنانيين، ضريبه احزاب السلطه، لانه هيدي الاداره هي زبائنيه سياسيه للاحزاب الموجوده بالسلطه. هول جمهورهم، هول ازلامهم وجماعتهم. انا كمواطن شو بدي بالقطاع العام؟ شو منفعتي من القطاع؟ الدولة كلها بشوف فايدتني. اليوم إذا كهربتي اشتراك، والإنترنت شركة خاصة، والمي سيترن، ومية الشرب شنط مي حتى ما نسمي شركة، والجباية على الطوابير الجباية. اليوم الدولة بس فولكلور صارت. يعني صارت حادثة قدامي مبارح على المتحف حد مركز الأمن العام، حابب أرويها هيك لأنه فيها عبر كتير. في دركة في حاجز يبدو طيار، يعني درك يوقف نص الطريق وسيارة هيك سبور كامارو أظن عم بيسوق، شاب وحد وصبي مركب في ماء بالسيارة، قام وقف له الدرك بنص الطريق وعم بيقول له وقف. على طريقة الدرك شوي مستفزة، بس إنه بالنهاية ابن دولة. قام اللي عم بيسوق السيارة ضل طاحش عليه وحيخبصوا فعلا، يعني حيخبصوا، أنا قلت حيبطحوا بالأرض. قام قرب الدرك فتح له الشباك قال له معي رخصة، قال له فرجيني الرخصة، فرجيها، قال له بس ليش عم تطحش علي؟ استوقفني هذا المشهد كتير. الناس ما عادت تحترم الدولة. في مثل بيقول
مثل هيك لبناني زقاقي شوي بيقول انه الابن العاطل بيجيب لاهله المسبات. اليوم بلبنان معكوس القصة، الدولة العاطلة بتجيب لاولادها المسبات. يعني الناس ما عادت عم تحترم شرط السير او رجل الامن او موظف الدولة لانه الدولة عاطلة، امه عاطلة. وقت اللي بتكون هي بهالعقلية حتما العالم ما بتعود تحترم الموظفين ان كانوا عسكر ولا مدنيين. واليوم نحن عم نعاني من هذا الموضوع بلبنان. اذا ما بترجع الدولة بتعيد الاعتبار لنفسها وبتعتبر نفسها هي فعلا دولة على كل المواطنين، مش رح يمشي الحال. يعني على امل تغيير ان شاء الله. اشكرك استاذ عماد الشديق، الصحفي الاقتصادي. شكرا.